عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أبطال الحلوين؟ اليوم يا تاني بدنا نأخذ الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. بالدرس السابق تعرفنا على كسر الوحدة والبسط والمقام، تعرفنا عليهم وعرفنا كيف نقرأ الكسر. حكيت لكم يا تاني إنه الفوق يا تاني دائما بسط واللي تحت المقام، اللي فوق هو الجزء الملون واللي تحت الأجزاء كاملة. اليوم يا تاني عنوان درسنا بحكي كسر الوحدة كجزء من مجموعة. اليوم يا تاني كيف يعني؟ كيف يا تاني؟ بالدرس السابق أخذنا إنه في شكل زي كرة أو مثلث أو مربع، جزء مترابط، جزء الكل مترابط يا تاني. وأما بهذا الدرس في مجموعة من الكراسي، مجموعة من الطاولات، مجموعة من الورود، مجموعة من المربعات، بتدل على مجموعة. بس يا تاني كله بيشبه بعضه. يعني يا تاني أنا كتبت لكم هذا السؤال بدي أشرح فيه يعني إعادة للدرس السابق، نفس الدرس السابق بس إعادة بشكل مجموعات. ما الكسر الدال على عدد الورد الأحمر من مجموعة الورد؟ يعني يا تاني بده يعرف الكسر الدال على اللون الأحمر، الورد الحمراء، من مجموعة إيش؟ الورد كامل. طبعاً أول شغلة يا تاني حكينا فوق البسط اللي هو العدد المظلل، وتحت المقام اللي هو العدد الكلي. طيب فوق حكينا العدد المظلل، صح يا تاني؟ العدد المظلل اللي هو البسط. كم عدد مظلل أو كم وردة ملونة؟ وردة واحدة، أحسنتم، بكتب واحد. طيب المقام اللي هو تحت العدد الكلي كم وردة عندنا؟ من عند الملونة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية وردات، يعني العدد الكلي ثمانية. شو بقرأه؟ ثمن. شو بقرأه؟ ثمن. هيك بتنكتب يا تاني، ثمن. بقرأه ثمن. يعني نرجع نعيد، فوق البسط وتحت المقام، فوق بسط وتحت مقام. البسط هو العدد المظلل، والمقام اللي هو تحت العدد الكلي. يا تاني إذا فهمنا هذا نحن عرفنا نكتب كسر، إن كان كسر كلي ولا كان كسر مجموعات، إن كان كسر الكلي ولا كان كسر المجموعات. الكلي اللي هو الدرس السابق، نفس الإشي نفس النمط، الأول المظلل والثاني هو العدد الكلي، وبقرأه ثمن، بقرأه ثمن. بالصفحة الثانية تاني بدنا نحل التدريبات، أكتب الكسر الدال على الشيء الملون باللون الأحمر ثم أقرأه. يعني يا تاني بس اللي ملون باللون الأحمر بدي أعمله ككسر، كسر دال. يعني هون أول إشي فوق شو حكينا؟ فوق البسط إيش بيتكون من اللون الملون أو المظلل اللي هو قديه؟ واحد. من أصل قديه؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. من أصل خمسة. يعني شو بنقرأه يا تاني؟ خمس. شو بنقرأه؟ خمس. واحد على خمسة، هون بسط وهون مقام. طيب الصورة الثانية عندنا مجموعة من الكراسي، شوفوا يا تاني مجموعة من الكراسي. أول إشي شو بنكتب فوق اللي هو بالبسط؟ واحد. عندنا بس كرسي أحمر، عندنا كرسي واحد أحمر. تحت اللي هو المقام العدد الكلي، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، حتى اللون الأحمر من عنده ثمانية. يعني يا تاني نقرأ الكسر ثمن، واحد على ثمانية ثمن. السؤال الثالث هون يا تاني بده منا ألون شيئا واحدا من كل مجموعة. بدي ألون شيء واحد، في كل مجموعة ثم أكتب الكسر الذي يعبر عنها. يعني يا تاني بدي أجي أمسك لون ألوان أو بقلمك الرصاص وطلب مني بس جزء واحد ألون، بلون وحدة من أصل هاي المجموعة كاملة. طيب طبعا هاي الفراغ هون مش مكتوب لي، بلون بس واحد. طيب فوق حكينا شو يا تاني؟ بكتب واحد اللي هو البسط،
واحد الملون واحد او المظلل واحد من اصل قد ايه؟ واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة من اصل ستة. واحد على ستة يقرأ سدس. سدس نلون يا تاني واحد زي ما طلب منا بالسؤال، نلون كرسي واحدة او طاولة واحدة. طيب فوق اللي هو البسط بكتب واحد، وبالمقام اللي هو العدد الملون، اما بالمقام العدد كلي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة من اصل عشرة. واحد ملون واحد من اصل عشرة، شو بنحكي له؟ عشر. خمس ثم سدس عشر. يلا بالسؤال الخامس، شفتوا يا تاني ما اسهله كثير سهل ويا تاني ممتع. السؤال الخامس، اختار كسرة وحدة وامثل كجزء من كل وكجزء من مجموعة. حكينا الدرس الاول اخذنا كجزء من كل، وهلا بالدرس تبعنا كجزء من مجموعة. شو يعني من كل؟ يعني يا تاني اخذنا بالدرس السابق جبت لكم دائرة وجزأناها صح؟ من الكل هاي نفسها. اما كجزء من مجموعة انا جبت لكم مجموعة من الكراسي او مجموعة من الطاولات وحلينا عليها الكسر صح؟ هون بحكي لي جزء من كل، هون جزء من مجموعة. طيب انا بدي افرجكم كيف جزء من كل. بجيب مربع، طيب مربع طبعا حكى لي كسر وحدة، يعني شو يا تاني؟ بدي الون واحد، بدي الون واحد. طبعا انا بختار كم جزء بدي اجزء المربع، جزء اجزء خمسة، بجزء اجزء ستة، انا جزأته اربعة. اربعة والون واحد، بدي الون بس جزء واحد. حكينا فوق اللي هو البسط العدد الملون او الجزء الملون، وتحت اللي هو المقام اللي هو العدد الكلي واحد اثنين ثلاث اربعة، يعني المقام اربعة. واحد على اربعة يعني ربع، واحد على اربعة ربع. طيب جزء من مجموعة، جزء من مجموعة بجيب مثلا اربع وردات او خمس وردات خليها، لانه كتبنا هون اربعة، هاي ثلاث اربعة خمسة، طيب خلينا ستة. طيب واحد اثنين ثلاث اربع خمسة ستة، كل الوردات ستة وجزء واحد بس ملون، يعني وردة واحدة ملونة. اول اشي حكينا بالبسط اللي هو فوق يا تاني، بكتب شو بالبسط؟ بكتب واحد لانه العدد الملون من الوردات واحد. طيب تحت يا تاني العدد الكلي اللي هو المقام، كم العدد الكلي حكينا؟ واحد اثنين ثلاث اربع خمسة ستة، احسنتم. واحد على ستة بقرأها سدس، واحد على ستة بقرأها سدس. شفتوا يا تاني ما اسهله؟ اهم اشي انكم تفهموا لي هاد، اذا فهمتوا هاد بتكونوا عرفتوا الدرس الاول والدرس الثاني، وبكون عليكم سهل يا تاني. يعطيكم الف عافية، سلام.